ناستر شفرين الحواري، سفير اتحاد فلسطين في أمريكا وأمريكا اللاتينية وساوث كوريا وحوالي 20 دولة تانية. رحلتي هي بدت من أنا يعني ست بيت، يعني من أول ما تجوزت حتى وأنك يعني يمكن عمري كنت 18، أنا تجوزت صغيرة، فأنا بحب الطهي من أنا بنت صغيرة. يعني كانت أمي الله يعطيها العمر، هي عمرها 90 سنة وهي اللي علمتني الطهي. كانت وأنا أروح على النموذجية في رام الله كانت كل أحد أو جمعة لازم أعمل أكلة، لو انحرقت شوي لو إشي يعني هي شجعني، مش تقولي والله أزكى أكل، يلا المرة الأسبوع الجاي حنعمل إشي أحسن. فأنا دائما كنت كمان أتابع والدتي وهي تطبخ، حتى في الحلويات كنت أتابعها، في شغلها التطريز كنت أتابعها لأنها أمي ربطنا من هاي الحاجة. فهذه كانت أني أنا تعلمت من أمي الطهي وتجوزت طبعا، وكنت دائما أحب أبرع بيتي إيش أنا بعمل. فكان يجوا عندي كتير صديقات، بعد ما الكل شجعني وطلب يعني إني إذا بقدر أفتح مطعم. فطبعا إحنا كان عندنا محلات للساندويشات والدلي، هيك كنت دائما أدخل في الثلاجات هيك أشياء زي التبولة زي السلطة العربية، أعمل حلويات، أعمل كبة صينية وأشياء زي هيك. فيعني طبعا الزبائن يقولوا لي ما افتحي مطعم، فطبعا فتحنا مطعم جنب محلنا الدلي. فكانوا الزبائن يعني بديش أقول لك، هو كان في منطقة داون تاون بروكلين اللي هي يعني نص البلد، نص البلد هاي كلها يعني مكاتب، كلها محاميين، كلها دكاترة، كلها عندنا كمان محاكم لهناك. فكان يعني الناس كلهم يجوا عندي على الغداء. كان هو مطعم 7 أيام في الأسبوع أفتح، هو بقوله من 11 ل 11، بس أنا كنت أفتح من 11 ل 1، لأنه كان يعني كتير عندي طلبية. وكنت أسميته كمان مطبخ ريما، وهو كان زي ما كنت أطعمي أولاد وبيتي كنت أطعمي زبايني، فهذا اللي أشهرني. وكنت أنا يعني كل إشي فلسطيني أعمله في هذا المطعم، فهذا طبعا أشهرني. بس صار إنه باعوا العمارة بحوالي 9 ملايين دولار في الثمانينات، فما قدرت إني أشتري هيك. اشتغلت مع ناس يعني كويسين، بس ما كان زي ما أنا مرتاح، لأنه كان شغلي عندي مطعمي 17 سنة، وقبل كان عندنا الدلي دائما إحنا المسؤولين. فكنت متضايقة شوي. دخلت بنتي علي وأنا بطلع على التلفزيون كانوا حاطين فيه دعايات للطهي وفي جامعات وإشي، فروحت أنا بنتي أخذتني وسجلت. أنا فكرت بس طهي، فهو كان أشياء كتير، الدراسة للحساب للنيوتريشن يعني كيف الأكل والحاجات هاي، للكيترين كيف إحنا نعمل نحكم عقلنا، كيف نعمل عزومات، كيف نعمل للأفراح، للعياد الميلاد، لأي مناسبات. فهذه أشياء مش سهلة يعني. هلا في جامعه بدي اتابع القوانين، كيف امسك السكينه عشان ما انجرحش، فكانت شوي صعبه، كنت مرات ابكي منها حتى. فالبروفيسور يقول لي معلش يا ريما، الطلاب هدول مش حتكون اريح لهم التعليم لانهم عمرهم مش مسكوا سكينه، انت متعوده على إشي 20 سنه صعب تغيريه. بس الحمد لله غيرته ودرست. واحنا نعرف يعني اي انسان عنده الموهبه ورغبه في عمله، اذا كان شيف او غير شيف، انت حتنجحي. وهي كان يقولنا اياها اي بروفيسور بدرسنا، اذا انت جاي تطبخ عشان تعمل مصاري ما عمرك حتعمل مصاري، اذا انت جاي عن حب وفي قلبك هذا الطهي انك تعمله حتنجح. في الطهي عندي انا هذا حاجه يعني كيف انسان مدمن على حاجه، انا مدمنه على الطهي.